بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في ICT with معتصم. كل ما تدخل داتا سنتر أو تيليكوم روم وتنظر إلى السويتشز والراوتر وأنوار البورتات فيها تتراقص، بتحس بعظمة الشبكة وبتحس إن هذه الأجهزة هي القلب النابض اللي بضخ البيانات لكل فروع الشبكة. بالمقابل في أجهزة تانية للأسف ما لها أي أنوار ولا صوت، بس لا تقل أهمية عن السويتشز والراوتر. هذه الأجهزة بتعمل في صمت عشان توفر الأوردة والشرايين الشبكية إن صح التعبير، عشان الأكتف إكويبمنت تقدر تضخ فيها البيانات، ألا وهي الفايبر أوبتيك ترمينيشن إكويبمنت، وبالتحديد الفايبر ديستريبيوشن فريم أو الـ ODFs. الـ ODF يعتبر من أهم الأجهزة في الأوبتيكال فايبر نتورك، لأنه ببساطة بيمثل الانتركونكشن بويد بين الأوبتيكال باسيف كيبلز والأكتف إكويبمنت. فممكن نلخص مهام الـ ODF على عدة نقاط. أولاً، بيوفر آلية لعمل الترمينيشن للأوبتيكال فايبر كيبلز اللي بتخدم الأجزاء المختلفة من الشبكة. فمن البديهي والمعروف إننا ما حنقدر نستخدم الكيبل مباشرة، لازم نعمل ترمينيشن عشان نحول الفايبر استرانس إلى بورتس، وبالتالي نقدر نربطها مع الأكتيف إكويبمنت أو الأذر ODFs. الفانكشن الثانية للـ ODF هي إنه بيلعب دور كبير في عملية الكيبل مانجمنت، لأنه كما ذكرنا الآن صارت أحجام الأوبتيكال فايبر كيبلز المستخدمة كبيرة، وده زاد حجم الـ ODFs. في بعض الأحيان قد تحتاج إلى عدة ODFs عشان تقدر تعمل ترمينيشن لكامل الكوابل في النتورك. كما أن عملية الباتشينج من الـ ODF إلى الـ Active Equipments أو إلى الـ Other ODFs لو ما تمت بصورة صحيحة ومرتبة ممكن تعقد الأمور جدا في النتورك وتخلي منظر الراكات مثل الإسباكاتي، وهذا حيزيد من المينتيننس تايم لأنه الفني حيجلس فترة طويلة يحدد في البورت والمسار الصحيح للكيبل. عليه الـ ODFs من أهم مميزاتها إنها بتأتي بكيبل مانجمنت سيستم بيساعدك في ترتيب الكيبل ديستريبيوشن في النتورك. ثالثا، الـ ODFs ممكن تستخدم في الكيبل اكستنشن وكذلك الكيبل انتركونكشن للربط بين عدة كوابل أو الفروع المختلفة للنتورك بدلا عن السبلايسنج أو السبلايس كلوجر. والنقطة الرابعة هي أن الـ ODFs عادة بتكون مودولار إكويبمنت، بمعنى أنها ممكن تكون بريلودد أي جاهزة بكل مكوناتها من كونكترز وبيك تيلز وسبلايسنج تري وغيرها، وبتكون جاهزة للاستخدام، أو تكون أنلودد وبالتالي يحصل لها لودينج حسب الحاجة. وهذه الميزة بتعطي فلكسبيليتي عالية وبتساعد في مواءمة التغييرات اللي بتحصل في المستقبل بحيث يتم تركيب الإضافات حسب الحاجة. وهناك مميزات أخرى للـ ODFs تختلف باختلاف نوع الـ ODF واختلاف الـ Vendors. طيب، دعونا ننتقل إلى نقطة أخرى. ما هي أنواع الـ ODF؟ لدينا ثلاثة أنواع من الـ ODFs: الـ Floor Mounted ODFs والـ Wall Mounted ODFs والـ Rack Mounted ODFs. الـ Floor Mounted ODFs عادة بتتكون من أحجام صغيرة، يعني تقريباً up to 24 ports. تستخدم دائما في اللان والسي سي تي في والاف تي تي اكس، وتثبت على الارضيه مباشره لايصال الفايبر للمواقع المؤقته بالعاده. اما الوول ماونتد او دي اف فكما واضح من اسمها فهي تعلق على الجدار، وتستخدم في حال كان لا توجد مساحه في الراك، او اذا كان وضع الاو دي اف داخل الراك حيسبب في بعض التعقيدات الفنيه الاخرى. والوول ماونتد او دي اف ايضا تكون احجامها من صغيره الى متوسطه، لأنه كلما زاد عدد البورتات كلما زاد ذلك من تعقيد الكيبل مانجمنت. النوع الثالث وهو الراك ماونتد او دي افس، ويكون عرضها في الأغلب 19 انش حتى يتم تركيبها في معظم الراكات المستخدمة، ولكن هناك أنواع تتوفر أيضا بحجم 21 انش موجودة في الأسواق. والراك ماونتد او دي اف بتكون قادرة على توفير كمية كبيرة من البورتس، وكذلك بتوفر كيبل مانجمنت سيستم مناسب مما يجعلها الخيار الأمثل. طيب، كيف نختار الاو دي اف بشكل صحيح؟ في الحقيقة اختيارك للاو دي اف بشكل صحيح بيعتمد على عدة عوامل وعلى تحديدك لبعض النقاط. اولا، تحديد الفايبر كاونت. عشان تحدد الحجم المناسب للاو دي اف لابد من تحديد حجم الكيبل أو الكوابل التي سيتم استخدامها، وبالتالي كلما زاد حجم الكيبل كلما زاد حجم الـ ODF. كما أنه في بعض الأحيان يمكن استخدام أكثر من ODF لعمل الترمينيشن، وهذا في حالات أنه يكون حجم الكيبل كبير جدا، وهذه الخطوة يمكن أن تساعد في عملية الكيبل مانجمنت.
وأحجام الـ ODF في العادة تبدأ من 12 ports وحتى 288 ports. ثانياً، من النقاط المهمة لاختيار الصحيح للـ ODF هو تحديد الـ Termination Accessories. فلا بد أولاً من تحديد نوع الـ Optical Fiber، هل هو Single Mode أو Multi Mode، لأنه على أساسه سوف يتم تحديد الـ Big Tails والـ Connectors. وكذلك يجب تحديد الـ Connectors Configuration، هل هي Simplex ولا Duplex، وأيضاً تحديد نوع الـ Connectors، هل هو LC ولا SC ولا FC أو غير ذلك من الأنواع. بالإضافة إلى تحديد الـ Connector Polish Type، هل هي BC ولا UBC ولا ABC، كل هذه النقاط يجب تحديدها ضمن اختيارك الصحيح للـ Optical Distribution Frame أو الـ ODF. النقطة الثالثة أيضا في الاختيار الصحيح للـ ODF هي الـ Manageability أو الـ Cabling Management System. ففي حالة الـ High Density Application يمثل الـ Cable Management System للـ ODF حجر الزاوية في إدارة الشبكة بالصورة الصحيحة. والنقطة الرابعة هي الـ Quality، فلا بد من اختيار جودة مناسبة من مانيفاكتشر المعروفين أو عندهم اعتمادات أو شهادات في جودة التصنيع. وفي حال كنت بتشتري مثلا لمشروع كبير أو شغال على شبكة ذات مواصفات عالية، فيبقى من الأفضل أنك تناقش خيارات الضمان مع الموردين عشان تحصل على أطول فترة ضمان ممكنة. والآن ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي أنه في سؤال قد يتبادر لأذهان البعض، وهو إيش الفرق بين الـ ODF والـ Patch Panel؟ طيب، في الواقع الاثنين بيقوموا بنفس المهمة وهي الـ Cable Termination، ولكن وجهة نظري فالـ Patch Panel تختلف عن الـ ODF في عدة أشياء. أولاً، الـ Patch Panel بتخدم الأحجام الصغيرة من الـ Optical Fiber Cable، يعني بتستخدم لعمل Termination لـ up to 48 Fibers. أوكي؟ ثانياً، الـ Patch Panel ما بتوفر أي Cable Management System. وثالثاً، الـ Patch Panel بعكس الـ ODF بتكون Fixed و Preloaded، في حين أن الـ ODFs بتكون في الأغلب Modular وقد تجي Preloaded أو Unloaded حسب الطلب. أكيد طبعا بيكون في اختلافات أخرى، لكن هذا ما يحضرني الآن يعني بشأن الاختلافات بين الـ ODF والـ Patch Panel. وفي الختام كانت هذه نبذة بسيطة عن الـ ODF والذي يعد من أهم المكونات الأساسية لأي Optical Fiber Network، لما له من دور كبير في زيادة الريالابيليتي والفليكسيبيليتي أثناء الانستوليشن وكذلك أثناء الأوبريشن أو المينتنس فيز، وبالتالي هو عنصر أساسي في ضمان استقرارية النتورك بيرفورمانس. شكرا على المتابعة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديو مع الآخرين، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.